مع اقتراب شهر رمضان الكريم، أئمة المساجد والقائمين عليها يقومون بإطلاق مبادرة تنظيف وتزيين بيوت الله لاستقبال الشهر الفضيل واستقطاب المصلين. من الاستعداد لرمضان، الشبيبة هنا عندنا في المسجد دائما حريصة كل الحرص على تهيئة المسجد وعلى نظافة المسجد. هذا مما يزيد يعني يشوق الناس في الإقبال إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. عام انقضى بدون صلاة تراويح بسبب الجائحة، والمصلون اليوم يستعدون لأداء هذه الفريضة وسط بروتوكول صحي خاص وإجراءات وتدابير احترازية من شأنها ضمان صحة وسلامة المصلين. والله صدقني أنا شت بعيني فيه جهود مبذولة من طرف الأئمة باش يجمع هذا القفة، يجمع لك 300 ولا 200 قفة. والله الأمر ما هو سهل. على كل حال نشهد احنا أنا عندنا في خير الدين المساجد المركزية راهم يقوموا بهذا العمل وراهم يقوموا بهذا التضامن وبهذا التكافل. بروتوكول الصحي خلال صلاة التراويح نبقي على نفس الإجراءات، بل نطبق هذه الإجراءات بكل صرامة، لأن الحقيقة أن اللجنة العلمية اللي مكلفة بمتابعة هذا الوباء لازالت إلى حد الآن تقول بأن المرض لم ينتهي، ولذلك نحن نحث أسرة المساجد على الالتزام بهذا البروتوكول الصحي من خلال يعني إحضار الكمامة، من خلال إحضار السجاد، من خلال التباعد. والحمد لله يعني هذه السنة أو هذه السنة رايحين نصلوا التراويح. بيوت الرحمن تعود لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل بعد انقطاع العام الماضي بسبب الجائحة. ها هي اليوم تكتسي أبهى حلة.